لاحقا لزيارة معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محابس، كحكومة محلية اتفقنا على عدة أشياء. احنا تعرفون عندنا برنامج يعني بدينا به قبل أشهر، وهذا البرنامج الهدف منه فك الاختناقات. بالتالي احنا عندنا أسفل المجسر مثل ما ذكرنا في لقاءات سابقة، عندنا سيارات وقوف عشوائي وعندنا باعة متجولين، وبالتالي نحتاج البديل. هاي المواطنين ما ممكن محاسبتهم بدون إيجاد البديل. البديل الجراج اللي شفتوه يم نصب الشهيد، هذا الجراج مساحته 3 إلى 3.5 دونم، واليوم يعني قلنا احنا استكمالا لزيارة مع الوزير زارونا مدراء عامين متخصصين، اليوم التقينا وياهم لقاءات فنية عملية. اليوم وزارة النقل من خلال شركة نقل شركة نقل المسافرين وكذلك شركة النقل الخاص تأهيل هذا الجراج ويصبح هو لخطوط الداخل اللي عددهن 15 خط، لقاءات فنية بحتة وتحدثنا بالتفاصيل. إن شاء الله الأيام القادمة راح تشهد يعني تطورات سريعة في هذا الاتجاه وفي ترتيب هذه المنطقة. هدفنا احنا هنا أهداف مشتركة، هدف الأول خدمة المواطنين والقضاء على العشوائيات بالنقل وترتيبها في جراج لائق يظهر بشكل جيد ومريح.